كاتب. نعم، طبعا نعرف أن السيد خميس الخنجر هو جزء من إدارة الدولة، ما نعم يسمى بإدارة الدولة، نعم وبالتالي هذا الموضوع بدأ واضحا من خلال عدم رضا من شخصيات في الإطار التنسيقي. يعني أكو زعل من السيد المالكي على السيد السوداني بسبب إجراء إصلاحات معينة طالت شخصيات بهذه الأحزاب. أكو مواقف غير معلنة بالخفاء يتم تداولها، أن الإطار التنسيقي هو غير راضي تماما عن ما يجري السيد السوداني. إلا أن ذلك يحسب نجاح للسيد السوداني إن بقي مصرا على حملة الإصلاحات التي يقوم بها، بدليل أنه أنت تستطلع الشارع العراقي تشوف المواطنين يقول لك حاليا الأداء أفضل من السنوات القبلة. يعني مثلا الفترة اللي حكم فيها السيد الكاظمي كانت فترة سلبية سيئة جدا على المواطن العراقي، من حيث الفساد، من حيث الترهل، من حيث الوضع الأمني، على كل الأصعدة والمعايير. ما أعرف طبعا بأحد، بس هذا يشخص كل المتابعين. السيد السوداني هذا الهدوء النسبي اللي وجده، أولا الصراع السياسي خف الوطأة مالته، وهذا يوفر بيئة آمنة للسيد السوداني لأن يقوم بإصلاحات وحملة إعمار في مناطق بغداد وغيرها من المدن.